اهلا بكم ولقاء جديد من شباب توك البرنامج الذي ياتيكم بالتعاون بين شبكه تلفزيون الحياه وقناه دي دبليو الالمانيه من القاهره برحب بكم انا شريف بركات وانقلكم وضيوفي في نقاش بشان خطابات الرئيس محمد مرسي الرئيس محمد مرسي الذي جاء الى مصر بعد اول انتخابات ديمقراطيه شهدتها مصر ربما في تاريخها وشهدتها المنطقه العربيه بهذه الدرجه من الكفاءه والنزاهه التي شهد بها العالم خطابات الرئيس مرسي جاءت في مرحله انتقاليه مهمه في ايضا اثناء حاله جدل في مصر ما بين الاعلان الدستوري المكمل واين المكان الذي سيحلف فيه الرئيس اليمين اسمحوا لي ان ارحب بضيوفي معاكم من القاهره والمانيا من القاهره الاستاذ احمد عبدو عضو امانه الاعلام بحزب الحريه والعداله اهلا بيك والاستاذ احمد مشهور وزير الشباب في حكومه الظل بحزب الوفد اهلا بيك اهلا ومعنا من المانيا الاستاذه كارين شيدلر صحفيه المانيه مختصه بشؤون الوطن العربي ومصر اهلا بيك الحقيقه الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدرته القوات المسلحه والذي عدلت فيه الماده 30 بالتحديد الذي نصت على ان يقوم الرئيس بحلف اليمين امام المحكمه الدستوريه العليا في حاله غياب مجلس الشعب اثارت حاله من الجدل الا ان الرئيس محمد مرسي يبدو انه اتخذ قرارا بمعاونه ربما من مستشاريه بان يقوم باداء اليمين باشكال مختلفه في خطابات مختلفه بداها من ميدان التحرير اذا سمحت ليك انك تفسر لي هذا الامر وخصوصا حلف اليمين امام ميدان التحرير قبل الجمعيه قبل المحكمه الدستوريه العليا يعني بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ارحب بحضرتك وضيوفك الكرام والمشاهدين في البدايه يعني احنا بنقول ان كان اعلان الدستور المكمل دوت هو جه قبل اعلان نتيجه الانتخابات <applause> اللي كان بيقيد صلاحيات الرئيس وكان اول المعترضين عليه قوى الثوريه المختلفه اللي كانت في ميدان التحرير ومنهم 6 ابريل والاخوان المسلمين والتيار المصري وباقي القوى الثوريه لانه يحد من صلاحيات الرئيس ايا كان الرئيس القادم سواء الفريق شفيق او الدكتور محمد مرسي فكانت الفكره عامه لماذا يطلق هذا الاعلان الدستور في هذا التوقيت بالتحديد ل تقليل صلاحيات او تحجيم صلاحيات الرئيس من المجلس العسكري الذي كان يتهم انه لن يسلم السلطه في موعدها واكد انه سيسلم السلطه كاملا في موعدها في 30 ستة الا انه فوجئ الجميع بانه يصدر اعلان دستوري مكبل وليس مكمل لرئيس الجمهوريه فكان اول المعترضين عليه كما قلت هو القوى الثوريه في مصر التي قامت ودافعت عن الثوره. تمام فبمجرد أن نُص على الإعلان الدستوري أن يحلف الرئيس أمام الدستورية فكان بداية نزول الشباب أو القوى الثورية في الميادين المختلفة ومنهم ميدان التحرير وإعلان الاعتصام لرفضهم أو لإعلان رفضهم عن بخصوص الإعلان الدستوري المكمل. فأُعلنت النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي واستمر الاعتصام في التحرير ضد الاعلان الدستوري المكمل وضد حل الهيئه التاسيسيه لوضع الدستور واعاده انتخاب او اعاده مجلس الشعب المنتخب من قبل الشعب. فما كان من رئيس الجمهوريه وهو يطالب من القوى الثوريه ان الشرعيه هي للميدان وان ما قام به المجلس العسكري ليس ورفعت ضده قضايا مختلفه انه ليس من حقي أن يصدر إعلان دستوري مكمل فكانت الدعوات أن يقوم الدكتور محمد مرسي بإعلان أو بحلف اليمين أمام عموم الشعب وأمام القوى الثورية في ميدان التحرير إجراء وجدت أنه موفق أنا وجدت أنه موفق 100% لأنه أعطى الشرعية الحقيقية للدكتور محمد مرسي من ميدان التحرير هو الذي أعطاه الشرعية الحقيقية تمام خليني اسال حضرتك اولا هل رايت الاعلان الدستوري المكمل انه مكبل وكيف تتفق ام تختلف مع خطابات الدكتور مرسي التي بداها من ميدان التحرير ثم المحكمه الدستوريه العليا افتكر لولا الثوره دي ما كناش هنشوف انتخابات بهذا المنظر <applause> آه تاني حاجه احب اقول ان احنا دوله مصريه قويه آه لازم تحترم قضاءها ولازم تحترم احكام قضاءها وبالتالي اللي حصل بسبب مجلس الشعب وحل مجلس الشعب ده حطنا في موقف سيء جدا ان هو خلى ان الصلاحيات الرئيس اللي هيجي هيبقى صلاحيات سوبرمان مش صلاحيات طبيعيه ولكن صلاحيات اكثر من اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده وبالتالي كان هناك انا شايف وجود مهم للاعلان الدستوري في بعض النقط طبعا محتاجه تتغير في الاعلان الدستوري وده انا مقتنع بيه ولكن وجود اعلان دستوري مكمل يخلي الصلاحيات ايا كان دكتور محمد مرسي او الفريق شفيق ايا كان مش فارقه دلوقتي ما يبقوش عندهم الصلاحيات المطلقه في الدوله المصريه. يعني كانوا موفقين في اصدار الاعلان الدستوري المكمل من وجهه نظرك؟ ببعض بعض التغييرات اللي كان لازم تتم في هذا الاعلان الدستوري. تمام خليني انتقل لالمانيا كارن شيدلر الصحفيه الالمانيه المختصه بالشؤون العربيه اعيد عليك تقريبا نفس السؤال كيف وجدت حلف اليمين من قبل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في ميدان التحرير قبل اداؤه لليمين الدستوريه امام المحكمه الدستوريه العليا وهي المختصه طبقا للاعلان الدستوري المكمل؟ شكرا جزيلا في البدايه اعتقد ان السيد مرسي في وضع صعب للغايه فنحن نتذكر ايضا وضع السيد عصام شرف قبل اكثر من عام حينما كان يحكم بالفعل دون اي صلاحيات او صلاحيات فعليه وبالتالي كان في وضع ما بين الثوريين والمجلس العسكري في الجانب الاخر ربما هو صراع ليس من الصعب التغلب عليه ولذا كانت هناك انطباعات بانه يحاول ان يجد حلول وسط فهو يتوجه بالخطاب الى التحرير ويرضي ايضا مؤيدي وكذلك يحقق مطالب المجلس العسكري ولكن هذا لم يكن ليفلح طوال الوقت لانه في وقت ما سوف يؤكد الثوار وكما سمعنا ايضا انهم لم يكن لديهم رضا تام عن الكلمات المديح التي وجهها الى الجيش وانهم حموا الثوره وليس الجميع مقتنع بهذه الفكره اعتقد ان هذا اثار ربما استياء البعض تمام وضحت الفكره خليني اسال عن الخطاب الذي القاه الدكتور محمد مرسي امام جامعه القاهره والله انا شايف ان طبعا الخطاب الاولاني اللي كان في ميدان التحرير هو خطاب ثوري من الدرجه الاولى اظهر فيه الدكتور محمد مرسي انه هو الان زعيم هذه الثوره التي كانت تبحث لها عن زعيم وانتقل الخطاب من ميدان التحرير هذا الخطاب الثوري الى خطاب اخر وهو خطاب رجل الدوله في جامعه القاهره تناول بعض الامور الكثيره منها علاقات مصر بالخارج علاقات مصر بالدول العربيه, العربية علاقات مصر بالخارج واحترام مصر المعاهدات والمواثيق الدولية ولكن في نقطه في غايه الاهميه كان كان السؤال ربما الاهم الذي طرحه بشان مجلس الشعب او بشان اعضاء مجلس الشعب عندما قال ان المجلس سوف يعود والله هذا امر يعني يحتمل عده اوجه أن سوف يعود مجلس الشعب إما بحكم المحكمة الإدارية أن يعود مجلس الشعب بالتلتين ويجنب التلت الفردي وليس كمان كل التلت الفردي اللي هم على اللي هم داخلين الانتخابات الفردي على قوائم حزبيه او من احزاب يعني تقصد منطوق الحكم والخلاف بشأن نعم. منطوق الحكم نعم، الخلاف بشأن بشأن منطوق الحكم، ويحتمل أيضاً العبارة التي ذكرها الرئيس الدكتور مرسي أنه سيعود بانتخابات جديدة في موعدها القادم، أيا ما كان موعد الانتخابات القادمة، فهو يحتمل عدة أوجه، وأظن أن الدكتور مرسي يحترم القضاء ويجل هذا الأمر بدليل أنه خضع للحلف أمام المحكمة الدستورية العليا إعلاء لقيمة القانون في مصر. البعض يقول أنه هنا لم يحترم القضاء ولم يحترم المحكمة الدستورية العليا، بل أنه عندما حلف اليمين ذهب بعد ذلك في جماعة القاهرة ليداعب أيضا مشاعر ربما القوى الثورية وغيرها. خلينا نتفق الأول إن أهم خطاب حصل كان هو أمام المحكمة الدستورية العليا. كويس إن هو ده. المكمل او اللي له سلطه الرئيس الجمهوريه فعليا. انا شايف ان الخطابات كلها في مجملها خطابات مهمه جدا وخطابات محاوله شديده جدا ان هو يحاول يوحد الصف. ما كانش بيطلع. يحاول هو بيحاول يوحد الصف، المشكله كلها ان هو بيحاول يرضي جميع الاطراف مره واحده وهي دي المشكله اللي ممكن يواجهها بعد كده ان اول ما بتحاول ترضي جميع الاطراف في طرف ممكن يقع عن طرف ثاني. وبالتالي انا شايف ان وجوده في كل صرح من الصروح اللي كانت موجوده كان مهم جدا ان هو يروح يقول خطابه في التحرير كان مهم خطابه امام المحكمه كان مهم خطابه في الهايك ستاب اللي الاربع خطابات كانوا في الـ الـ غايه الاهميه الـ الـ هنتقل بس اضيف حته صغيره ان ان بان برضو حضاره جامده جدا في الخطاب في الهايك ستاب ان الشكر المتبادل اللي كان حاصل بين رئيس الجمهوريه وبين الجيش وبين التعاون المفروض يحصل في الفتره القادمه عشان دوله مصر افتكر ده ورى الحضاره بتاعتنا امام الخارج واحب اعرف رايكم تمام كارن استمعت للاربع خطابات اللي القاها الدكتور محمد مرسي رئيس جمهوريه مصر المنتخب بعد ثوره 25 يناير كيف تقيمي هذه الخطابات الاربعه؟ لقد تنامى لدي الانطباع انه يحاول كما قلت ان يرضي الاطراف كافه قول اخر هناك نوع من المبالغه في مديح الجيش والقوات المسلحه وانهم اوفوا بوعدهم وسلموا السلطه وأنه لم يكن هناك أي نوع من المشكلات التي سببها أعتقد أن هذا به نوع من التناقض للفترة الانتقالية وما حدث فيها ربما كان يتوجه أيضا بالحديث إلى الكثير من القوى الثورية الشبابية وربما يكون خطابه أيضا به نوع كما قلت من عدم الرغبه في اغضاب احد الاطراف وهو موقف صعب للغايه كما ذكرت في البدايه ليس من الواضح حتى الان مدى السلطه التي يتمتع بها وما هي الاتفاقات التي يجب ان تتم بينه وبين المجلس العسكري في اتخاذ بعض القرارات بوصفه رئيس منتخب وحتى الفتره التي القى فيها كل هذه الخطابات وحتى قبل ان يكون ليس هناك وضوح اذا ما كان هو الرئيس او شفيق الرئيس. ايه اللي المفروض يعمله الدكتور محمد مرسي حتى يتجنب اي اثاره بلبله في الفتره القادمه؟ بص افتكر الدكتور محمد مرسي حط خمس نقاط مهمه جدا لاول مئة يوم. كويس واتفق على الامن او النقطه النظافه الوقود العيش لكن ينقص الخمس نقط نقطه سته وهي الدستور الدستور هو اهم نقطه لازم نشتغل عليها دلوقتي وزي ما كنا بنتكلم قبل كده ان وثيقه التحالف الديمقراطي لدكتور محمد مرسي او وثيقه الازهر للدكتور محمد مرسي وقت ما كان رئيس لحزب الحريه والعداله ماضي عليهم بنفسه دول بيثبتوا المبادئ الاساسيه للدستور اللي الثوره بتحلم بيه وبالتالي لو قدرنا نزق بكل قوتنا ان احنا نخلص الدستور النهارده قبل بكره افتكر هو ده الضامن الوحيد لتثبيت السلطات المختلفه وكل واحد يبقى عارف دوره ايه وسلطاته ايه هناك خلافات بين المجلس الاعلى للقوات المسلحه وبين رئيس الجمهوريه المنتخب من وجهه نظرك والله انا مش شايف هي خلافات بشكل المفهوم لكن هي بعض التفصيلات اللي هي في تسليم السلطه، المجلس العسكري آه الى الان آه وعلى ما اظن هذا رايي الشخصي انه لا يثق في كل الاطراف اللاعبين للحياه السياسيه في مصر. وليه حق ولا ملوش؟ والله هو يعني ملوش حق آه في الامر ده لسبب لان آه اثبتت التجربه ان آه مع احترامي وتقديري للجيش والمجلس العسكري ان هو ادار المرحله الانتقاليه بشك بشكل يعني في كثير من الملاحظات التي شاهدناها جميعا وكانت تؤدي الى تراجع اسهم المجلس العسكري في شانه الاداري فهو ليس رجل سياسه هو رجل عسكري يفهم في المهام او العسكريه والقتاليه ولا يستوعب او لا لم يكن لديه الخبره في اداره شؤون البلاد الداخليه اذا كان المجلس الاعلى للقوات المسلحه ما عندوش ثقه في بعض اللاعبين السياسيين او القوى السياسيه اللي موجوده ازاي بتشوف تعامل الرئيس مرسي في رأب الصدع ما بين المجلس العسكري او اعاده الثقه ما بين المجلس العسكري والقوى السياسيه ايه الدور اللي هيلعبه والله اول حاجه احنا دكتور مرسي يعني قدم تطمينات عديده اول حاجه قبل ما ينتخب هو ادى تطمينات لاهالي القوات المسلحه اللي هم كان بيشاع انهم بيصوتوا ضد الدكتور مرسي او بيدوا الفريق الثاني لان الدكتور مرسي جاي هي هينقص الميزات بتاعتهم اللي هي كانت موجوده كذلك برضو للقاده وللظباط في الجيش المصري وهو طبعا على عكس ذلك تماما هو اعطى تطمينات قبل الانتخابات وفي خطابه الهاك في الهاك ستيب اظن يعني انه طمن الجميع وانه سوف يدعم هذه المؤسسه سواء في من خلال القوه الفعليه للجيش المصري أو المميزات للضباط وأهاليهم وزويهم في كثير من الأمور كارن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتأدية التحية العسكرية للرئيس المنتخب محمد مرسي إيه الدور المفترض أن يلعبه الرئيس القادم بعد هذه الخطابات الأربعة اللي أثارت إعجاب قاعدة كبيرة من مصر والعالم في هذا الأمر يجب أن يحدد الرئيس مثلا كل وزرائه وان يلعب دورا رئيسا في سياسه الدوله ومواصله العمل بسياسه واضحه وان يعمل علي انتخاب برلمان جديد مما يعيد السلطه التشريعيه الي هذه الي البرلمان وفي هذه الحاله لن يعود هناك دور سياسي للمجلس الاعلي الا بالطبع ضمان الامن للبلاد وحدودها اما من الناحيه السياسيه فهذا هو دور السياسيين ودور رئيس الدوله والجيش له دوره الذي يجب ان يلعبه ايضا داخل اطار السياق الدوله وكان هناك تأكيد دائما ان الرئيس مرسي هو اول رئيس مدني في مصر وهو كذلك بالطبع ولكن ليس هو الحاكم الكامل او له الصلاحيات الكامله للحكم في مصر بعد. ربما لم يكن له الصلاحيات الكامله للحكم حتى الان ولكن هو بدأ بمجموعه من القرارات الاقتصاديه، ازاي بتشوف القرارات الاقتصاديه الى اي مدى كانت ايجابيه ومرضيه للشارع المصري؟ انا بقى ناشد طبعا دكتور محمد مرسي ان هو تبقى دايما الـ 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 الرؤيه بتاعته و و وسياساته تبقى دايما واضحه جدا ما يسيبش الفرصه لتفسيرات مختلفه في المواضيع المختلفه. طبعا هو زي ما قلنا في الاول هو بيحاول ان هو ويرضي جميع الاطراف. وبالتالي لما نيجي نقول ان هو اخذ بعض القرارات بزياده نسب المعاشات و و و والكلام ده كله احنا لازم برضو نبقى عارفين ان احنا الدين بتاعنا آه بقى كبير جدا ولازم نعرف هيمول هذه المعاشات وهذه الارقام منين بتوصل انا الدين كنت الدين عارف الداخلي الد... الدين الداخلي ولا يعني احنا الدين العام تمام. كويس النقطه كلها ان ان ان, إن انا شايف ان في قرارات هتتاخد بعد كده اكيد قرارات ممكن يبقى ليها دعوه بالدعم ممكن يبقى ليها دعوه بحاجات تانية كتير هتؤثر على القرارات اللي الناس ممكن تبتدي في اولها انها تبقى سعيده بيها وبالتالي لازم يكون في شفافيه وفي وضوح جدا لكل القرارات اللي بتتاخد في الفتره الحرجه دي بالذات وما يديش الفرصه للتفسيرات المختلفه يعني لو هنتكلم على السياحه الرؤيه تبقى واضحه هنعمل كذا واحد اثنين ثلاثه ما يديش فرصه للقيل والقال ولو في تفسيرات مختلفه لازم يوقف هذه التفسيرات أكيد الشعب هيبقى سعيد لما يحصل زيادات أو علاوات معينة ولكن لازم نشوف احنا اقتصادنا في موقف موقف سيء جدا ومحتاجين إن احنا بجد نشتغل كلنا كشعب مرة أخرى لازم الاستثمار الخارجي يرجع الاستثمار الداخلي يبتدي الناس وده مش هيجي غير بالاستقرار السياسي والاستقرار الامني صحيح هي مجموعه من القضايا الملحه والملفات المفتوحه الرئيس مرسي في صراع مع مين صراع مع القوى السياسيه ام صراع مع النخب المثقفه والنخب الفكريه في مصر التي تعارض التوجهات ام صراع مع الاحتياجات الملحه والله هي الثلاثة مع بعض كل له صراع مختلف القوى الثورية أعلنت مثلا أنها ترفض ان يحلف الدكتور مرسي امام المحكمه الدستوريه العليا هذا الصراع مع قوى ثوريه ووجدنا بالامس مظاهرات امام القصر الجمهوري للافراج عن المعتقلين وهذا حقهم يعني وهذا صراع هيفضل قائم ولكن بنسب ليست كبيره يعني اما الصراع الاكبر فاظن مع القوى الليبراليه والعلمانيه ان هم شايفين ان هويه الدكتور مرسي ومشروع الدكتور مرسي لا يتناسب مع الايديولوجيه الفكريه اللي هم بينطلقوا منها وما عندهم تخوفات من مدنية الدولة وهذا أمر أعلناه وأعلنه الدكتور مرسي أن الدولة سوف تكون مدنية ولا يوجد دولة دينية على مر العصور في التاريخ الإسلامي وغيره إلا في في المسيحية في العصور الوسطى يعني كانت الدولة الدينية أما المجلس العسكري فأظن هو الصراع هيظل على الصلاحيات هل تنتقل كاملة او يبقي او يبقي المجلس العسكري لبعض الصلاحيات والتي هو يحاول ان يضعها لنفسه في الدستور المصري القادم بحيث تكون له صلاحيات بشكل او باخر في وضع ورسم السياسه العامه المصريه في المرحله المقبله فكلهم بقدر يعني وكلهم بنسبه في الصراع تمام السؤال للثلاثه من ضيوفي من اين يبدا الرئيس الرئيس محمد مرسي ان شاء الله لابد وانا ارى انه يبدا من القاعده العريضه هي عموم الشعب المصري نسبه الفقر او نسبه الجهل موجوده كبيره جدا فلابد من انعاش الاقتصاد المصري بالمشروعات الصغيره وسد احتياجات المواطن العادي الذي هو يمثل النسبه او القاعده العريضه من عموم الشعب ورفع معاناته اليوميه الملف الاقتصادي آه الملف, الملف الاقتصادي للقاعده العريضه من الشعب المصري التي هي تحت خط الفقر. استاذ احمد عبده بيرى ان على الرئيس مرسي ان يبدا بالقاعده العريضه والملف الاقتصادي وسد احتياجات الشعب المصري. ازاي بتشوف الرئيس مرسي من اين له ان يبدا؟ هو الدكتور مرسي محدد خلاص الخمس نقط اللي احنا اتكلمنا عليهم 100 من من يوم انا شايف هم مهمين جدا يزيد عليهم واهم منهم الدستور حاليا. عشان هو ده اللي هيثبت الاسس بتاعه الدوله المصريه. استاذ احمد مشهور قال بان الدستور هو الاولي والاهم بالرغم من اهميه بقيه النقاط الخمسه اللي قام بها الدكتور مرسي او اللي اعلنها الدكتور مرسي كارن الخطوه الاولي التي يجب علي الرئيس مرسي ان يتخذها من وجهه نظرك ايه انا اعتقد انه في البدايه لم يكن من العداله ان نقول انه سوف يحل المشكلات الاقتصاديه خلال مائه يوم ربما يبدا بمبادرات معينه ولكنه سوف يؤدي الى نوع من عدم الرضا بعد مائه يوم وهي ليست بالفتره الطويله ان نقول ها هي قد مرت وان ونحن نقول لم يوفر لنا ما وعد به في البدايه ولكن علينا ايضا الا ننسى انه في الوقت الحالي المؤسسات السياسيه ليست راسخه بشكل كبير وهذا لا يجعلهم قادرين على اتخاذ خطوات سياسية واضحة والسيد مرسي عليه أن يدعم المؤسسات السياسية كما قال الزملاء أيضا انتخاب برلمان جديد والدستور كما قلتم أيضا فهذه هي الأسس الرئيسة والركيزة التي يمكن أن تحل مشكلة السياسات أما المشكلات الأخرى فيمكن أن يتسم بقدرة على إقناع كبيرة يمكنه أن يتعامل معها صحيح، في عجالة إزاي بتشوف تعامل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع الرئيس مرسي بعد تسليم السلطة؟ هل سيترك له المجال يمارس مهام منصبه أم ستحدث هناك خلافات وفقاً لرؤيتك طبعاً؟ ورأينا شايف البدايات مبشرة يعني كانت الناس كلها بتراهن إن, إن وهي لفتة بسيطة يعني ولكن تؤدي تبين لنا مدى سوف تكون العلاقة أن يعطي المشير والفريق سامي عنان التحية للرئيس محمد مرسي اعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحه الان وهو ما قاله الدكتور مرسي في في خطابه في الهايك ستيب انه الان اصبح مسؤولا عن كل ابناء وقيادات القوات المسلحه فاظن ان شاء الله ان في المرحله القادمه لابد وان يدرك المجلس العسكري ان خيار تسليم السلطه هو لا ليست رفاهيه ولكنه امر ملزم وحتمي للرئيس محمد مرسي لانه الان اكتسب الشرعيه من الشارع المصري بكل طوائفه الان وانه اصبح رئيس المنتخب فعليا وانه هو الان وضحت الصوره وضحت الصوره استاذ احمد الدستور هل تعتقد انه سوف يحدث مشاكل بين القوى السياسيه المختلفه؟ والله في وثائق زي وثيقه التحالف الديمقراطي وثيقه الازهر والناس كلها ماضيه عليها وموافقه عليها لو اتحطت كمبادئ اساسيه افتكر الدستور ممكن ينتهي بطريقه اسرع لو صدقت النوايا واحب اضيف بس كلمه زياده على استاذ احمد ان المجلس العسكري في نقطه الميزانيه ادى الصلاحيات كامله للدكتور محمد مرسي أنه هو يعدل في الميزانيه قبل امضائها وبالتالي هو انا شايف ان التوافق مبشر بين الدكتور محمد مرسي والمجلس العسكري وضحت الصورة. أنا بشكركم جدا ضيوفي اللي كانوا موجودين معايا في استوديو شباب توك شكرا للأستاذ أحمد عبده عضو أمانة الإعلام بحزب الحرية والعدالة شكرا للأستاذ أحمد مشهور وزير الشباب في حكومة الظل بحزب الوفد شكرا لكارين شيدلر الصحفية الألمانية المختصة بشؤون الدول العربية اللقاء يتجدد بكم الأسبوع المقبل لكم من التحية شكرا وإلى اللقاء